صحيح أنا فنانة بس ما بحس حالي بتصرف كفنانة. وتحقق أكبر وأهم الأرقام وتجذب أكثر من 15,000 مشاهد لعروضها المميزة. مرحبا واضح. مرحبا فيك. من وحي المسرحية كارول، شو أكبر عمل جنوني امتى في بحياتك؟ اني قدرت اطلع من مسرح الرحباني واعمل سولو كارير لوحدي، ما كان قرار ابدا سهل بحياتي فنيا عم نحكي. طبعا اضحك يا قلبي جنون، الحب مش مضمون. شو احلى لحظه على المسرح عشتيها؟ احلى لحظه عشتها اول مره شفت ستاندينج اوفيشن بمسرحيه سقراط مع الفنان الكبير منصور رحباني بكازينو لبنان ب 98، من اول افتتاح ليله الافتتاح. لا تعرف اسمي ولا اعرف اسمك، لا تحمل همي ولا احمل همك. حلفت وقلت لحالي انه انا نووي اعمل مسرح غنائي الا ما ارجع بعمل بمستوى زنوبيا. اجينا عود من الدول العربيه دائما اقول لا، مش هيدي هي الرجعه تبعي. كارول، بشو انت مختلفة؟ ما بعرف بشو مختلفة، بعتقد انه شي واحد بقدر قلك انه انا صحيح انا فنانة بس ما بحس حالي بتصرف كفنانة. شو احلى نصيحة ممكن كارول تقدمها الممثلة لكل حدا بحب التمثيل؟ بدي أقول له مهنة الأشغال الشاقة من أكثر المهن الصعبة، بدها كتير تضحيات، بدها كتير صبر طويل، وبدها دائما واحد يتطور ويشتغل على حاله. ملكة التيم اللي بيريحني اللي بيطمني، شغل روي على التفاصيل إخراجية كيف بيدير الممثلين، نيلة أنت اللي شيف الأوركسترا على فكرة بهذا العمل، حسيت حالي إنه أنا نفسيا مرتاحة.